مو جوزي مخليني اتنفس ولا شيء، لساته مفكر اني بحب واحد ثاني. ما طلعت من الصبح كل هالوقت مع صاحبك؟ بحياتك امزح معك، هاي مش مزحه. أي إشي بدك تعرفه مني قبل ما موت رح أجاوبك عليه. هدول بنات مالهم مش سوا، أنا المسلمة فيهم وأنا حاضرة للموت. ليش كنت شافك؟ شو السبب؟ مسحوني مع واحد غير جوزي، يا الفضيحة بعدها على الذبح عن جوزي يا العمالة. بدنا تشتغلي معانا ولقعد. أنا واعي لحجم الخراب والدمار اللي رح يصير في عيالهم، بس احنا كمقاومه ما عندناش خيار ثاني. طب شو المواصفات تبعت البنات اللي بتختاريها؟ اخترت كل وحده جوزها خرب. انا الي الحق اعرف عن كل حركه بتعمليها، خصوصا لما ولا مره حسيت انك بتحبيني. انا بنخيف من حاجه ليلى. حتى نحكينا لازم نبعد عنك، ما بنقدر. ليش اخترت تخبي هاي الصورة بالذات؟ في نهاية. لك لي هالبنت بأسرع وقت ممكن. ماما أنا طالعة على الأوضة. فيش حدا بداخل داخله بخافش من الموت، بس في ناس بتلعبها منيح والأغلب لا. الظاهر أنا وأنت من اللي بيعرفوا يلعبوها.